السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع الحلقة النص القرائي بعنوان الآلات الفلاحية. فالنص مكون من 4 فقرات، يتضمن صورتين تعبران عن آلتين تستخدمان في مجال الزراعة. إذن فهناك يعني علاقة بين العنوان اللي هو الآلات الفلاحية والصورتين. النص كما تشاهدون مأخوذ من كتاب التكنولوجيا الحديثة والتنمية الزراعية في الوطن العربي، صفحة 86، للكاتب المصري محمد السيد عبد السلام، وهو أستاذ بكلية الزراعة بمصر. له مؤلفات عدة، منها تكنولوجيا إنتاج وتصنيع القطن المصري والتكنولوجيا الحديثة والتنمية الزراعية في الوطن العربي، وهو الكتاب الذي يعني أخذ منه هذا النص القرائي. فيما يخص نوعية النص، فالنص عبارة عن مقالة علمية باعتبار أنها تشير إلى دور الآلات الزراعية الحديثة في مضاعفة ووفرة الإنتاج الزراعي. ننتقل إلى الجزء الخاص بالفهم. نحاول شرح بعض الكلمات المفتاح. فمن الفقرة الأولى نجد كلمة اجتثاث الحشائش. اجتثاث الحشائش، نقول اجتثاث النبات أي نزعه واقتلاعه من جذوره. واجتثاث الحشائش، فالحشائش هي النباتات غير المرغوب فيها. فإذا نمت هذه الحشائش يعني مثلا في حقل من الحقول، مثلا الذرة أو القمح أو الشعير، فإنه يعني سوف يقلل من الإنتاج بدرجة كبيرة. فالحشائش تضعف نمو المحصول الزراعي. الكلمة الموالية هي القش. القش يتكون من السيقان الجافة كما تلاحظون في الصورة، السيقان الجافة من المحاصيل الزراعية. الكلمة الثالثة وهي الفطريات. الفطريات هي نباتات قد تسبب أمراضا وأضرارا بالنباتات، وقد تتسبب كذلك في قتلها. الكلمة الرابعة وهي إبانة. إبانة معنى وقت أو حين. نقول زرت القرية إبان الصيف، أو زرت الشاطئ إبان الصيف، أي معناه في وقت فصل الصيف. ثم خامسا الإقدام. الإقدام معناه الإسراع في إنجاز الشيء دون توقف. ننتقل إلى الجزء الخاص بأجيب، للإجابة عن الأسئلة التي تتناول تباعا الفقرات المقروءة. السؤال الأول: ما الآلات الفلاحية التي وردت في النص؟ طبعا ذكرت مجموعة من الآلات الفلاحية العصرية، من بينها الجرارات الزراعية، المحاريث، الباذرات، المسمدات، الحاصدات، رشاشات المبيدات، مضخات رفع المياه، إلى آخره. السؤال الثاني: ما الدور الذي تؤديه الآلات الفلاحية في الدول المتقدمة؟ طبعا سمحت يعني هذه الآلات الفلاحية سمحت للفلاح بمضاعفة إنتاجه وزيادته، لكن هذه الزيادة يعني بجهد أقل. فقديما كان يستعمل المعول والفأس إلى آخره والمحراث الخشبي يعني، ويضيع جهد ووقت طويل، في حين أن مع هذه الآلات الفلاحية فإن الفلاح يعني يضاعف مجهوده ويضاعف عفوا إنتاجه ويزيد فيه، ولكن بجهد أقل. السؤال الثالث: بما ربط الكاتب التنمية الزراعية؟ إذن التنمية الزراعية مرتبطة بتوظيف الآلات الزراعية الحديثة، يعني فهذه الآلات الزراعية هي تساعد على حل مشكلة الغلاء من خلال يعني زيادة إنتاج الزراعي، كما أنها تساعد على استغلال وترشيد الموارد الزراعية، يعني بدل أن يعني يضيع
جهدنا يعني كيد عاملة، وبدل أن يضيع يعني المياه إلى آخره، فهذه الآلات يعني جاءت يعني تقوم بترشيد هذه الموارد اللي هي اليد العاملة والمياه والطاقة إلى آخره. السؤال الرابع، فيما تساهم وفرة الإنتاج الزراعي في نظرك؟ طبعا وفرة الإنتاج الزراعي فهي أولا تسمح بتوفير الغذاء مما يحقق يعني اكتفاء ذاتيا، ثم تسمح كذلك ببيع المنتوجات الزراعية المحلية، المنتوج المحلي الوطني لدول أخرى ونسميه بالصادرات، وبه توفر أرباح مالية للدولة المنتجة، يعني المنتجة للمواد الفلاحية أو المنتوجات الفلاحية. كما تسمح يعني هذه وفرة الإنتاج الزراعي بوفرة الإنتاج من خلال تخزين هذا الإنتاج اللي هو قمح، شعير، ذرة إلى آخره، لتوفير الغذاء للسكان. ننتقل إلى الجزء الثالث بعنوان أفكر. السؤال الأول، بما تتميز الفلاحة العصرية عن الفلاحة التقليدية؟ طبعا نقارن بين فلاحة في القديم، جرارات، فأس، معول إلى آخره، والأدوات الحديثة. فالفلاحة يعني التقليدية تعتمد أدوات بسيطة في الزراعة، كما يعني تتميز بضعف المردودية، يعني هي تستعمل فقط أدوات، قلنا كالمنجل إلى آخره، كما تعتمد على التساقطات، في حين أن الفلاحة العصرية تعتمد على أدوات وآليات حديثة وعصرية، وتتم يعني في ضيعات وأراضي واسعة، كما تتميز بمردودية مرتفعة، عكس يعني المردودية يعني في الفلاحة التقليدية التي تتميز يعني بضعف المردودية. السؤال الثاني، ذكر في النص آلات فلاحية متقدمة. طبعا ذكرنا العديد من الآلات الفلاحية في النص. السؤال، وأذكر أسماء آلات فلاحية أخرى. طبعا هناك آلة السحب، وهذه الآلة يعني تقوم يعني بإزالة أجسام صلبة يعني تعوق عمل المحراث، وهناك آلات يعني التعبئة، وهذه الآلة يعني تقوم بحزم المحاصيل كالحبوب والقش إلى آخره، وهناك آلات كثيرة وتقنيات كثيرة حديثة يعني في ميدان الفلاحة. السؤال الثالث، ما المناطق المغربية التي تزدهر بها الفلاحة؟ طبعا هناك مناطق وجهات معروفة، فمثلا جهة الدكالة فهي تساهم ب 38% من المنتوج الفلاحي على الصعيد الوطني، طبعا هذه النسبة هي نسبة كبيرة مقارنة مع الجهات الأخرى تاليها، يعني جهة دار بيضاء سطات، فأنتم تعرفون أن جهة الدار بيضاء سطات تعتبر خزانا للحبوب، ثم بركان، ثم أكادير، وجهة الغرب إلى آخره. السؤال الرابع، أذكر تقنية فلاحية تساعد على مضاعفة الإنتاج. طبعا هناك تقنيات، من بين هذه التقنيات استخدام روث الحيوانات كسماد، وهذا الروث يعني يعمل على خصوبة التربة وبالتالي زيادة الإنتاج. ثم يمكن أن نذكر مثلا رش النباتات بالسماد، باعتبار أن السماد يساعد في نمو المحصول بشكل يعني سريع. فيما يخص هيكلة النص، فالفكرة العامة أو الفكرة الأساسية للنص تتمحور حول مساهمة الآلات الفلاحية الحديثة في وفرة الإنتاج وتحقيق التنمية الزراعية. أما فيما يخص الأفكار الجزئية، فالفكرة التي تتمحور حولها الفقرة الأولى هي تطور الآلات الزراعية بين الماضي والحاضر، بين الأمس واليوم. ثم الفكرة الثانية، وتطور الأدوات الفلاحية العصرية. والفكرة التي تتمحور حولها الفقرة الثالثة هو الدور الذي تؤديه الأدوات الزراعية الحديثة في الدول المتقدمة. أما الفكرة الأخيرة فهي مساهمة هذه الآلات الفلاحية الحديثة في مضاعفة ووفرة الإنتاج. نكون قد أنهينا حصتنا، إلى لقاء قادم.